اول ما رجعنا على دبي وصلنا تليفون انه شادن استدعوها على التحقيق كرمال شيء ما نعرفه. بتعرف بلبنان بيقولوا لك تجي وبعدين بيقولوا لك ليش. سو نزلنا اكيد, بس بعدين أكيد. بلشت العالم تعرف شو عم بيصير وبلش يوزعوا. وصلنا كلنا مع كوتكس مع كوتكس. بس اوكي سو شو صار؟ هلا انا طبيعي احمل كوتكس, شوفي راس معين حامل كوتكس هيك مش عم بيفهم ليه. قلت له هلا فسر لك. وهون التغيير ببلش. اي هون. سو بيسكلي هلا انا وقتها استدعوني, هيدي مش اول مره, هن اول مره استدعوني رجعوا غيروا رايهم. رجعوا دقوا لي واستدعوني. فوقت استدعوني انه اكيد ما حيقولوا لك شو السبب, بس هالمره الفرق اعطوني ورقه اوفيشال. المفروض بالورقه يكون في السبب, بس اكيد ما حط اكيد ما حطوا السبب. سو وانا لقلي انه بيسالون الناس انه بس عشو, وانه يوجلي مثلا الواحد بيكون عنده بوست او اثنين ممكن يكونوا بروبلماتيك. انا صفحتي وجودي كله بروبلماتيك. سو انه انا لقلي شو اللي هو الشيء اللي طالبين عليه, يعني اي هاف نو كلو, لانه انا ما في ولا رجل سياسي ما نثبته يعني, او رجل يعني انه ما حكي ما بتخلي حدا انه ما تركي حدا من شره. المهم بنوصل على التحقيق. قبل ما نفوت على التحقيق, اول شيء بتفوت انت على السكنه, وطبعا السكنه شيء رسمي سو اوتوماتيكلي للاسف زريبه. ما في يعني بالمعلوماتيه كده ايه, والكله مكسر وهو ليه, والاسانسور مش شغال, وانه في عندك مكتب على السابع وعلى الثامن انه ضمن ال انت وقت استدعوك للجرائم المعلوماتيه right? صحيح. اوكي ايه, ضمن طلب من قاضي من تتابع على المحكمه العسكريه. أوكي. ما كتير بعرف سبيسيفيكلي ليجلي شو. سو فتنا لهونيك هلا. طبعا كتير قابضين حالهم جد. فتنا لجوا في أوضة فجأة بتصير كأنك بغير مبنى, اي سي منه ناشش الحيط مرتب مودرن فرنتشر. تفضل ست شادن. بفوت انا بعد انه ست شادن وانه واو ادارة جدارة يعني. سو بفوت انا هيك انا وايمن. ايمن رعد هو الميزة. تحية لايمن. تحية لايمن. يعني لو ايمن عن جد عم بيطلع مصاري على كل قضية عم يعملها للناس اللي ترك لبنان. شو عم تحكي؟ ترك لبنان. لكن بيربع في السينات وعلى اليخت وعم بيقول ثاوري ثاوري. سو فتنا انا وايمن. شو بدك تشربي وهو لانه لا انه تشربوا كيف انجن قهوه انا ما ابد فشرت 3 ان 1 عندهم 3 ان 1 كمان. انا ما عندي بالبيت 3 ان 1 انا صار عندي هداك الكافيه التركي ما بعرف اسمه. سو 3 ان 1 شربوني. حسيت حالي كتير كتير محظوظه. بعدين قال لي انه انت بتعرفي ليش هون يعني. بقول له لا, وهلا اكيد زتيت له شويه لأمانة انه صراحه لو بتقولوا لنا عاده انه كنت عرفت ليش انا هون. بس اللي عن جد منك عارفة قلت له صراحة يعني انه ما في مليون سبب ترفع علي دعوة. اما هو فرض ضحك يعني. وفي اثنين اكيد قاعدين من الجنب, وهو الهد كتير لطيف الزلمة سوبر سوبر ما بعرف شو بالضبط شو رتبته. وفي الاثنين حوالي اللي اقرد بس وسيدنا وسيدنا. بعدين بيقول لي انه عن جد ما بتعرفي ليش انت هون. بقول له لا. بيقول لي لانه دقيت لل 112 انا هون. اوكي ابتسمت. دقيت لل 112 وطلبت. فانا كملت كوتكس. ام كلنا ضحكنا كل الاوضه. اه واو اوكي. انه كلنا عم نضحك سوبر بروجريسيف. وهون بعد منا بالبيري يعني منا سوري منا بالتحقيق. سو هون انا انه اوكي كول. وعم يستجيبوا للنكت يعني اتس ا جود اودينس يعني. بدنا نقول لهم ميرسي هالثكنه فينا نعمل هونيك عرض فيها بيتقبلوا ممكن بعدين يرفعوا دعوه يعني. سو قال لي ايه وكيف يعني بدق انت لغرفه العمليات يعني وبتطلب 112. قلت له ليك انه هيدي كانت قبل اني ابلكيشن. هو الفيديو انه بليتو اللي بدق لل 112 بقول لهم انه انا اجتني وصارت بعد الخمسه وبدي كوتكس. شو بعمل بليز جيبوا لي كوتكس. وقت هيدا اول لوك داون وقتها كانوا كثير كانوا الريجوليشنز وال سوبر ستريكت. وما قالن وما في يعني ما في مخرج للواحد يعني ما فيك انه انت صار الكل الناس عم تقول بدها تروح على الصيدليه. صار انت اذا عم بدك تروح على الصيدليه ما حداش بيصدقك. صح. سو انا قررت انه اتمنىك بهالفيديو انه اقول انه جايز في مشكله. بعدين عملوا المنصه وهولي فور شور يعني المنصه كانت اكيد اشطف زوم مع انه اكيد هي من سنه. ايه مش انه من اول لقدان ايه اول من سنه. ايه بس بتعرف البلد كانوا ابيرنتلي عم بحققوا بغير قصص اهم أكيد. يعني وعرفنا طبعا التحقيقات يعني وهو الاساس. anyway so بفسر له انه بيسكلي انا عم بنتقد انه السيستم هيدا الخرا يعني انه شو عم تطلب من الواحد انه طالبين منا ندق لل 112 اذا بدنا بحاله طارئه نظهر هول. طب انا شو بقول لك انه انا تركت انا وصاحبتي انه بدي روح احكي صاحبت انه قلت له انه انا بدي اقول لك شو اموري الشخصيه تروح اطلع. انا ما حاجي اقول لك انا بعلاقه توكسيك
وبدي روح نحكي. عرفت انه ما حقول لك هالشي وهن عم يستجيبوا عم يضحكوا هول بس يرجع بياخذهم بيعطوا معك يعني ايه بس انت عم تدق لل112 وانا عم اقول له انا ها قضيه. عرفت هلا انا اكيد انه سوبر فيمينست انه ها قضيه انه انا مش قصه الكوتاكس قصه انه ايه انا عم بنتقد السيستم يعني بس انه جزء من السيستم اكيد 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 اخذوها شخصي يعني وقت قلت له لا لا وانا قلت له انه ليك انه انت منا شخصي معك بس انا النظام هو النظام الابليكي اللي عملوه هو اللي كنت عم بنتقده. هلا بالتحقيق بقول لكم الديتيلز اكثر. التحقيق هو الفاسينا يعني. المهم اخر شيء خلصت هيدا القعده انه عم بقول له لواحد من الضباط تعوله انه شوف هيدا الفيديو وشوف فيديو رندا بر كثير بيضحك آه وعم نضحك وصرنا بستيز يعني وصحبت واحد منهم قال تخيل anyway. سو خلصنا هيدا البارت فتنا على التحقيق. سو فتنا على التحقيق طبعا اوضه التحقيق هن ناس اقرت به سو اوتوماتيكلي ما في اي سي وما في حيط منه ناشش وهيك وثلاث مكاتب بقلب كس العقربه وقاعدين انا هون وايمن قدام والمحقق هونيك والمحقق معه واحد زلمه خليني بس ارفع شعري اكيد نحن وقتها كنا برا يعني كنا بنص دين الشوب وكان في كل العالم انا بالاي سي عم نكت معهم ايه ونحن قاعدين تحت الشمسات شو عم بيصير بشادن وليش وامك فطسانه لانه لبسه اسود كانت اوكي امك بتحقد مش معقول حبيبتي قالت لي برافو عليك لبستي شيء واسع لانه كنا مشوبين وانا جواب الاي سي مبسوطه ايه ونحن هون اكتشفنا انه للكوتكس وهون جبنا كوتكس ايه وهون وهيدا احلى بوينت انه انا صراحه وقت ظهرت ات واز ذا بيست انه انا لقيت انه جابوا كوتكسات انه رائعين صار الكل حلو المعلومات اول ما عرفوا انه كوتكس حدا ما بعرف مين بالضبط راح اشترى علبتين كوتكس ووزع للكل خلدون جاب لا لا فظيعين فظيعين ويلي لزق على صنديحته والشعرات اللي على الكوتاكس يعني. سو فتت على التحقيق وانا حتى اجر على اجر بس حطتها هيك يعني مش الفامينين طبعا اوكي اوكي سو في جندر نورمز لازم تحترميهم سوري بيجي المحقق شيل اجرك عن اجر اول شيء قلنا ممنوع نحكي انا وايمن عم نتحدث يعني ما معنا شيء منطرنا هو عرفت شيل اجر عن اجر انا ايمن انه قال لي انه امشي معه مشيت معه شلت اجر عن اجر بعدين بلاحظ انه ايمن حاطط اجر على اجر بس انه فامنن فانا قلت انه بحط اجر على اجر فامنن بركي هيدا هي المشكله وعم هز اجري انه قاعده وانه عندي انرجي بجسمي شو ما اعمل فيها عم هز اجري مش قلت لك انا تشيلي اجر عن اجر يعني هذا الفراجل ماسكلينيتي يعني مش قلت لك انا تشيلي اجر عن اجر وانا هون الالعاب بنطفد انه ايمن حاطط اجر على اجر اللي قلت له تخيلي ايمن حاطط اجر على اجر شو اسمه قال لي بس ايمن ما عم بهز قلت له اذا هالمشكله اوكي خلاص ما بهزه وحطيت اجر رجعت على اجر قام هون طلع في انه شو تحدي يعني عم تعمليها نكايه قلت له لا مش تحدي مش عم بعملها نكايه انا بس مرتاحه اكثر هيك قال لي قلت له ايه هون لا ماني صرت عم بغلي ايمن هون لو ما بالاوضه انا كنت اكيد يعني كنت اكلتي ايمن هون انه لا كنت صار... على الحبس كنا بالكوتكس كنا صرنا يعني بشيء تاني يعني بيجي ايمن بيقول لي انه ما نروح شوي اي انه رد بواطي فبيكون اكثر التستوستيرون عالي فانا قلت له اوكي العالم عم تسمعنا عم تاشر على ليتل بينس سيندروم اي سو بيكون طبعا هون هيدا كان اول جادجمنت عليه للزلمه وروقني ايمن فصلنا سكتين بلش التحقيق ببلش هو بالفصحى عم يقول هولي عم بيقول بدايه المحضر وبيبلش يسال السؤال هلا بالسؤال ما بيسالك اياه بالفصحى بعدين بيكتبه بيقول له للزلمه اللي عم بيكتب على الكمبيوتر السؤال سو انت بيكون عم بيقولها كلمه كلمه وانت بدك تجمع السؤال اخر شيء هل انت شادن تقرين يعني وانا بدي بس لحق بدي تضل مركزه معه تعرف شو كل السؤال ورجع قال له سوري بس شو كان السؤال يعني دي اتش دي انه عم بيقول لي كلمه كلمه سو بلش يسالني وهيك وصرت قال له قلت له رايي وهيك اخر شيء من بعد ما قلت له رايي وكل شيء اكيد ات سام بوينت صرت عم بحكي انا بالفصحى عم اجى قال لي ابرنتلي الفصحى تاعي كثير خرا فاجى قال لي خليكي باللبناني رح نترجم انا اوكي سوري انا مش عم جرب فوت معه طلع انه بالاخير مستواي خرب العربي خلص هيدا البارت فتنا بنص التحقيق جايز كتير غريب الزلمه بنص التحقيق هيدا التستوستيرون التحقيق بنص التحقيق بيصل له اتصال بيرد مش حجاوبك قولي لي انك بتحبيني لا قولي لي انك بتحبيني قولي لي انك بتحبيني مش حجاوبك عم تمزح والله العظيم
بعدين صار عم يمشي يسألني أسئلة بيقول لي ما أنا جاي ويكمل إنه نكتة هي. وأنا شو بدي رد لك على هول القصص اللي عم تحكي أنت كتير غريب يعني. بعدين بيجي بيقول لي بعدين يصير يعمل يي أنا بحبهم هول البنات اللي يي وهيك يعمل إنه شو بيك شو بيك ما عم بفهمه. أنت قلتي شيء كرمال هو يتصرف بالطريقة. أيوة at some point عم بيفسر لي هن ليه مهم هالقد المكتب واللي هو عن جد في طرف مهم اللي هو الأونلاين سايبر مثلا بولينج هراسمنت أكيد الابتزاز كل القصص اللي ما عم بيهتموا فيها المولستيشن وكل هول هول أساسيين. فصار عم بخبرني قصص التحرش وهول بيقول له إنه إيه إنه كتير مشكلة كبيرة التحرش أونلاين وهيك بيقول لي أنا بحب التحرش. انا لقلي هاو از ذات ا جوك عم تمزح وانا بطلع على معلوماتي وانا بس ثانك جاد ايمن هونيك يعني انا كل شيء انه هو هيز ماي بيس يعني بطلع ايمن اوكي روقي كاملي وات ايفر خلصنا التحقيق عم بيعطيك جود انرجي ايمن ايه ايه وايمن عم بيناقشوا بقصص خلصنا الاسئله وهولي اخر شيء بيطلع فيه هلا صرنا بمرحله ما نكتنا وهيك صار يقول لي اعملي لي ستاند اعملي لي نكتي لي شوي يلا اعملي لي شيء قولي لي شيء والله العظيم وانا طلع ايمن بعمل له انه ما عم انه بنكت معه انه لانه يمكن هلا يصير في دعوه تانية اذا هلا عملت له انا يعني شو عرفتي بعدين بيطلع فيه بيقول لي قبل ما فيل لا قلت له عم تسالني اذا انا لازبين على العالي قلتها انه ليش عم توطي صوتك ما انا بقول على العالي انا لازبين بيقول لي طب ليش بكره الرجال ليه بتكرهين قلت له ما بكرهكم بس بتكون كتير شغل ام فرض ضحك لا لا فرض ضحك وصار انا بحب هول النساء القوية والهيك يعني قال لي طب والشو تاعك فيه يعني سبسبه وزعرانات وهيك يعني قلت له انه انا انه مش بس سبسبه وزعرانات في سبسبه وزعرانات وسكس ودين صار عندك فان جديد ولا واجتماعي صار عندك فان جديد بده يجي يحضر سو ايه وانا عزمته للمعلومات يجي يحضروا طبعا اكيد فخلصت هيك يعني ونزلت لتحت تجاوبت بس انه كان هيدا ويست اوف تايم يعني لقالهم لقالي للناس اللي نزلت يعني انت مدقية نزلت يعني انه ليش نزلته لانه انا دقيت لهم انه عم قلهم في شي غلط بيور سيستم انه انا بدي دقلك قلك قصص البيرسونال يعني كان عم بيقول نور حجار سوري نور تحية لنور عم بيقول كان انه نور حجار كل هيدا الشيء illusion عم بيجربوا يفرجوا للعالم انه بعد عم بيشتغلوا بعدهم عم بيشتغلوا بعدهم قمعيين بعدهم عم بيجربوا يفتشوا على تفنجات كرمال يلبسونا هو هيدا واضح افلاس سياسه افلاس نظام والنظام ما قادر يعني مثلا كل الامن كل مؤسسات الامن بلبنان فاشله ليه لانه اليوم انت ما في شيء ما عم بيصير يعني بين انت البور وتهريب الكبتاغون وتهريب ما بعرف شو يعني واذا بدك المعابد الغير شرعيه ما في شيء ما في نظام ما فيش امن ما فيش على مين بدهم يحطوا بيضاتهم علينا نحن للناس اللي مدنيه عم تيجي تقول في مشكله صح. وهيدا هو اللي بيعملوا وبيجربوا محاولة دولة بوليسية وأنا بنظري أنه بالأخير السلطة عم تستعمل هاي دولة المؤسسات لمحاولة خلق دولة بوليسية بس ما بظن حيقدروا يعني وصلوا لمطرح إفلاس ما قادرين بقى يعملوا شيء يعني وكلها أنه انكشفت كل هذا الشيء ومكشوف يعني. على العلن يعني أنه بس مش معقول يوقفوك على التليفون كوتكس يعني يعتبروه برانك مش معقول انه صلوا على النبي يعني انه تسكي انه في كل شيء خرب الحياة يعني هل موافيني كان ماشي من قبل كمان